بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نستهل هذا اللقاء بالحديث عن سنة الاعتكاف، تعريف للاعتكاف وبالنسبة لحكم هذا الاعتكاف. فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الاعتكاف هو اللبث في المسجد لطاعة الله عز وجل، هو اللبث في المسجد لطاعة الله عز وجل، فيبقى في المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، ثم يعود ويشتغل بذكر الله، الصلاة، بتلاوة القرآن، وينام الليل في المعتكف، ويقوم من الليل ويذكر الله عز وجل بأنواع الذكر، ويكثر من تلاوة القرآن، ويحضر الصلوات الخمس مع الجماعة. هذا هو الاعتكاف الشرعي، الخلوة عن الناس والتفرغ لذكر الله عز وجل. ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، أما الاعتكاف الذي يكون في غير المسجد فهذا باطل، لأنه يحبسه عن الصلاة، صلاة الجمعة والجماعة، وهذه خلوة محرمة. قد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار إلا أنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال هو في النار، لأن هذا اعتزال للمسلمين واعتزال للمساجد، هذا لا يجوز. ومن ثم اشترط، ذكر أهل العلم أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لئلا ينقطع عن صلاة الجماعة، وإن خرج لصلاة الجماعة خمس مرات هذا ينافي الاعتكاف. فإذا كان في المسجد فإنه لا يضيع عليه وقت الاعتكاف ولا يترك صلاة الجماعة، هذا هو الواجب، أن يكون الاعتكاف في مسجد، وهو يشرع في كل وقت. الاعتكاف يشرع في كل وقت، ولكن في رمضان يكون أفضل، لأن الأعمال تضاعف في نهاري لأن الأعمال تضاعف في رمضان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، كان في أول الأمر يعتكف العشر الأوسط، ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر انتقل إلى الاعتكاف في العشر الأواخر، واستمر على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف دل عليه القرآن، وذلك في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أزواجه وصحابته ومن بعده استمر العمل به، فهو سنة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وهو عبادة عظيمة. نعم، حفظكم الله. وبالنسبة، هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج لحاجة أو لبعض الأمور؟ نعم، له أن يشترط هذا، له أن يشترط هذا، ولكن الأولى والأحسن أن يمضي وقته كله في المسجد، لكن إذا اشترط أنه يخرج لحاجة كذا ويرجع فلا بأس. هل هناك محظورات للاعتكاف؟ المحظورات كما قال الله جل وعلا ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يقرب زوجته وهو معتكف، بمعنى أنه لا يضاجعها أو يجامعها في الليل
وهو معتكف. وكذلك من المنافيات للاعتكاف كثرة الخروج، كثرة الخروج والدخول من المسجد من غير حاجة، هذا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف معناه البقاء في المسجد ولا يخرج إلا لحاجة كوضوء أو قضاء حاجة أو إحضار طعام إذا لم يكن عنده من يحضره له، هذا خروج لحاجة لا بأس. ومما ينقص الاعتكاف أن الإنسان يمضي أوقاته بغير طاعة وبغير ذكر، كأن يجلس معه أحد ويزوره الناس ويمضي الوقت في الكلام والحديث في أمور الدنيا وغير ذلك. هو ينبغي له أن يترك طلب العلم ويترك تدريس العلم ليتفرغ لذكر الله عز وجل، فكيف أنه يجعل مجالس للقيل والقال والزوار وغير ذلك؟ نعم. وهل يسلي المرأة أيضا الاعتكاف في بيتها؟ لا، المرأة تعتكف في المسجد كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد، لكن يعمل لها شيء ساتر تخلو به وتنستر به. نعم. حفظكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لتعجيل الفطور بالنسبة في شهر رمضان المبارك، فضل هذا التعجيل؟ نعم، التعجيل مطلوب ومستحب إذا غربت الشمس، إذا تحقق من غروب الشمس فينبغي له المبادرة بالإفطار امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، واقتداء بأمر النبي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرة، الله يحب من عباده المبادرة بالفطر عند غروب الشمس، ولأن تأخير الفطر هذا من عمل المبتدعة، لأن فيه إضافة إلى العبادة وزيادة في العبادة، لأن الصيام ينتهي بغروب الشمس، فإذا استمر بعد غروب الشمس صائما ولم يفطر فقد زاد في العبادة وغلا في العبادة، وهذا إلا في حق من يواصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، بمعنى أنه يواصل الأيام لا يفطر بينها، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الناس عن الوصال وأمرهم بالإفطار عند غروب الشمس، وقال: من كان لا بد مواصلا فليواصل إلى الفجر، فإذا لم يفطر عند الغروب ينوي الوصال إلى الفجر فلا بأس بذلك، أما إذا كان لم يفطر عند غروب الشمس يريد تأخير إلى أن تشتبك النجوم وإلى أن يظلم الجو، هذا من فعل المبتدعة. نعم. بالنسبة فضيلة الشيخ لتأخير السحور، أيضا نرى بعض الناس أيضا لا يؤخر السحور، بمعنى أنه يتسحر قبل ذلك ثم ينام حتى يذهب مثلا إلى عمله. من آداب السحور تأخيره إلى وأن ينتهي بطلوع الفجر، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يستحب تأخير السحور، هذا من آداب الصيام. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة الكرام، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا. كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.